صباح الخير، أهلا بحضراتكم. الأول أحب أشكر ساك وإيتيدا على الانفيتيشن دي وعلى السيشن دي. يعني أتمنى خلال السيشن دي إن شاء الله هنحاول نكسبلور مع بعض اللاندسكيب بتاع التكنولوجي، نحاول نجاوب على شوية من الأسئلة ليها علاقة بالميتافيرس. إيه الميتافيرس؟ وإيه الرياليتي وإيه الميث، أو فين الأسطورة وفين الحقيقة؟ أعرفكم بنفسي الأول، أنا اسمي ماجد فراج. يعني ابتديت شغل في الديجيتال ميديا عموما سنة 94، ده شغل من أول شركة كنا عاملينها ساعتها. كنا شغالين في المالتي ميديا وفي التاتش سكرين تكنولوجيز، ولو نقدر نقارن يعني ساعتها كان المالتي ميديا والتاتش سكرينز كانت شبه الميتافيرس والفي ار والتكنولوجيز الموجودة دلوقتي، كانت هي الإيمرجنج تاك بتاعي. قدرنا نستعمل التكنولوجي في يوز كيسز كتيره، منها كالتشرال هيريتج دوكيومنتيشن، في ايفنتس، فور ماركتنج وادفرتايزنج وهكذا. في 2011 عملنا جوينت فينشر مع شركه دنماركي وعملنا جيم ستوديو هنا في مصر، وده كان بدايه ان احنا نشتغل في الاوجمانتد رياليتي. يعني زي ما حضراتكم شايفين دي كلها سكرين شوتس من بروجكتس احنا عملناها. كان عندنا فرصه ان احنا نشتغل مع براندز زي ليجو زي ديزني في الدنمارك، وقدرنا برضو نكسبلور يوز كيسز مختلفه، معظمها كانت في ايفنتس وماركتنج وادفرتايزنج. كان هو ده اليوز كيس اللي الناس كلها كانت مهتمه بيه في الوقت ده. وفي 2013 عملنا ميرج مع الشركه الدنماركي وشركتين تانيين في مصر، وعملنا 5D ايجنسي. 5D ايجنسي وان ستوب شوب، وان ستوب ديجيتال ماركتنج ايجنسي، بنهندل الكلاينتس بتاعتنا من اول استراتيجي للكريتيف البرودكشن الانوفيشن والماركتنج والريتش. وكنا من اوائل الشركات زي ما شرحت لحضرتك، واللي اشتغلنا في الاوجمانتد رياليتي وهكذا. برضو في الفيرتشوال رياليتي ابتدينا نشتغل فيرتشوال رياليتي من 2013 2014 مع اول بروتوتايبس من الاوكيلس. وبعدين في 2016 عملنا شركه 5D في ار، الشوريل بتاعها بعرضه على حضراتكم دلوقتي. احنا زي ما بنقول عن نفسنا كده، احنا بنكسبلور الهوريزونتال لاندسكيب اوف ذا تكنولوجي، بنحاول نشوف ايه اليوز كيسز المختلفه باستعمال التكنولوجيز المختلفه في الاميرسيف سبيس. فاحنا بنشتغل اوجمانتد رياليتي، بنشتغل فيرتشوال رياليتي، بنشتغل ميكس رياليتي لكلاينتس بيسكلي في كل حته في العالم. نقدر نقول بنشتغل مع انترناشونال كلاينتس في يوز كيسز مختلفه، من اول التريننج طبعا الماركتنج والادفرتايزنج والايفنتس. وفي جزء كبير من شغلنا عندنا فوكس على الكالتشرال هيريتج، وازاي نستعمل التكنولوجي دي عشان نريبريزنت الهيستوري بتاعنا بشكل مختلف وشكل ابيلنج للجنريشنز الجديده، وازاي نقدر ان احنا ننهانس اليوزر اكسبيرينس نفسها جوه المتحف او جوه الكالتشرال هيريتج سايت. يعني فده يعني شوريل او ريفرنسز من بعض البروجكتس اللي احنا عملناها في الاريا دي. نخش في الموضوع. طيب من زمان وانا بقول ان فيرتشوال رياليتي از ذا نيو انترنت، وهو ده نقدر نقول البروميس بتاع الميتافيرس عموما، ان ده هيبقى فيه نيو فورم او ويب 3 او انترنت 3.0، اللي هو بدل ما هيبقى بالشكل اللي احنا متعودين عليه ان هو بنهاندل او بننتراكت عن طريق فلات سكرينز، ان هيبقى فيه اميرسيف ويب، هيبقى 3D انفايرمنت مين اللي انا بخش بيها بافاتار وبقدر انتراكت بشكل قوي مع الكونتنت في اميرسيف اكسبيرينس او تجربه غامره مره لسه. بس خلينا نشوف كده الهيستوري بتاع الفيرتشوال رياليتي. الفيرتشوال رياليتي كانت ريبريزنتد في فيكشن كتير وفي افلام وروايات، ونقدر نقول ان هي من زمان، وحلم الفيرتشوال رياليتي ده كان موجود. ده جايز الصوره من 1988، ده كان اول واحد حط اكويند الترم بتاع الفيرتشوال رياليتي، ده اسمه جيرن لينير، واحد من البايونيرز في القصه دي. وزي ما حضرتك شايفين ده في 88 كان اوريدي عامل بي ار هيدسيت، وحتى كان مسميها ايفون، مش ايفون زي اللي احنا عارفينه، اي عين ايفون يعني. فده كان نقدر نقول بدايه ان احنا نحاول او العالم يحاول ان هو يكسبلور البوتنشال بتاع الاميرسيف كومبيوتنج. وفي 94 شركه سيجا عملت لونش الفي ار هيدسيت اللي حضرتك شايفينها دلوقتي. بس طبعا التكنولوجي ساعتها ما كانتش قادره ان هي تكوب مع الكونتنت، فكانت الموضوع فشل قبل ما يبدا. يعني عملوا لونش وعملوا كل الحاجات، وبعد كده في الاخر نيفر ميد ات تو ذا كونسيومر ماركت يعني. وجايز دي صوره من حوالي 2012 مع بدايات الاوكيلس، اللي هو بدايه ان احنا
بقى في في ار هيدسيت كيبل ان هي ديسبلاي كونتنت 3 دي بشكل مقبول، الاكسبيرينس بقت مقبوله. وده زي ما حضراتكم شايفين، ده كان الصوره دي نقدر نقول ان هي او اللقطه دي، النقطه دي كانت نقطه تحول، ان طلعت الفيرتشوال رياليتي رجعت تاني وبقت اقوى بكتير ديفينتلي بالباور بتاعت الكمبيوتر والبروسيسنج والجرافيكس وهكذا. وفي كتاب اسمه ذا هيستوري اوف ذا فيوتشر، لو حد انترستد ان هو يفولو الستوري بتاعت اوكيلس ازاي طلعوا. زي ما حضرتك شايفين ده كان في معرض سي اس تقريبا كان 2012 لما كانوا عاملين اول دامو، بعدين عملوا كيك ستارتر كامبين كانوا طالبين 200,000 دولار. ال 200,000 دولار دول they raised 2 مليون دولار، وبعديها بسنه فيسبوك اشتروها ب 3 مليار دولار تقريبا. واجان الكتاب ده لو حد انترستد يفولو التريل بتاع ازاي الفكره ابتدت وكل التطورات بتاعتها لغايه تم فيسبوك اشتروهم. كتاب ظريف وبيفولو الستوري ده بشكل قوي يعني. طبعا الديفلوبمنت اللي حصلت السنين اللي فاتوا دول، خلال العشر سنين من اول النظاره زي ما حضرتك شايفينها هنا كانت متلزقه بدكت تيب وبشكل فيري بريمتيف، وما كانتش بتدي اكتر من 3 ديجريز اوف فريدم ان انا بتفرج عليها، لغايه ما وصلنا النظارات بقت قويه جدا والسبكترم او البرودكت ديفلوبمنت كان يبقى فيها هيدسيتس بشيب احسن واقوى بريزولوشن اعلى، لغايه ما وصلنا للستاند الون هيدسيتس، ان الهيدسيت نفسها مش محتاجه سنسورز خارجيه، بتعمل اي تراكنج، بتعمل فيشل تراكنج، اقدر احط اكسبريشنز. وجايز دول اكتر نظارتين دلوقتي بيكمبيتوا مع بعض، كويست برو. طبعا ميتا او فيسبوك غيروا بقت ميتا، وبدل ما كانت اوكيلس بقى ما اسمها ميتا كويست برو، والكومبيتيشن بتاعتهم او اقوى نظاره من الناحيه الثانيه فايف اكس ار اليت. وهو يعني نقدر نقول ان في فيس وور، ان في دلوقتي حرب مين اللي هيقدر يحط النظاره بتاعته تبقى هي البريفيرد نظاره. وزي ما قلت لحضرتك طبعا في نظارات كتيره وفي هيدسيتس كتيره، والتكنولوجي از ديفلوبنج رابيدلي رغم كل التحديات اللي هعرض على حضراتكم بعض منها. وده جايز واحده من النظارات اسمها فاريو، النظاره دي المفروض ان هي بتماتش الهيومن اي ريزولوشن، فالريزولوشن بتاعتها قويه جدا. وفيها واحده من الريليسز الجديده they just announced ان هو بيبقى فيه كمبيوتر برين انترفيس، مجموعه كبيره من السنسورز اللي بتتحط في النظاره، فاقدر اقرا سيجنالز من المخ، من السكن، من الوش، واقدر بالتالي ديزاين الاكسبيرينس بشكل اقوى. يعني النظارة دي بحوالي من 24 ل 35 ألف دولار حاجة كده. فطبعا هي معمولة للريسيرش وللانتربرايز سولوشنز. خلينا نبص على نوع تاني من الويرابل أو النظارات اللي هي الميكس رياليتي. دول مثلا ماجيك ليب وهولو لانس، هم دول أكبر نظارتين في المجال ده. والفكرة في النظارات دي إن هي مبدئيا بتشتغل إن هي بتسكان الريل وورلد اللي حوالينا، فبتبقى فيها في اندرستاندنج، النظاره فاهمه المكان اللي انا فيه. وبعدين بتبتدي اوفرلاي بري ديفايند 3 دي ديجيتال كونتنت، بتبتدي تحط محتوى 3 دي في الانفايرمنت على حسب مكانه. وبعد كده بنبتدي نجنريت ابلكيشن، وتقدر ان احنا انتراكت مع الكونتنت ده بشكل قوي يعني. طبعا النظارات دي اعتقد ان هي هتاخد حيز اكبر من حياتنا، وهو ده فعلا واحده من الحاجات اللي هتخلي لو قلنا عليه الميتافيرس يبقى فعلا اقدر انتراكت معاه. وجايز واحده من الحاجات مثلا ماجيك ليب اللي هي النظاره اللي بحكي لحضرتك عليها، خدت ابروفل ان هي يقدروا يشتغلوا بيها في العمليات الجراحيه. وفي واحده من الريسيرش بروجكتس اللي فيسبوك عاملاها او ميتا عاملينها اسمها بروجكت اريا، النظاره دي بتقدر تعمل 3 دي ريكوردنج للانفايرمنت اللي انا فيها. وجزء من الريسيرش اللي هم عملوه ان خلوا تقريبا 10,000 موظف من موظفين ميتا يلبسوا النظارات دي، ويبتدوا لابسين بس طبعا عشان النظارات بتصور فالناس تبقى عارفه ان هم بيريسيرش الامباكت بتاع نظارات زي كده بالكابابيلتيز اللي فيها على البرايفسي، على الايشوز ليها دعوه بالسكيورتي اند سو اون. ده كده الميكس رياليتي. خلينا نبص للاوجمانتد رياليتي. الاوجمانتد رياليتي شبه الميكس رياليتي ان هي بقدر انتراكت برضو مع الانفايرمنت، بقدر اعمل لها سبيشال سكاننج، وبقدر احط هولوجرافيك 3 دي كونتنت وانتراكت معاه. طبعا الاوجمانتد رياليتي برضو من وقت ما ابتدينا نشتغل بيها لغايه دلوقتي حصل فيها ديفلوبمنتس رهيبه. يعني بقت السنسورز والكاميرز بتاعه التليفون قويه بشكل ان هو اقدر
اعمل سكاننج للانفايرمنت واقدر اطلع 3D كونتنت ريليفنت للمكان اللي انا فيه. وطبعا لو هنتكلم بس على الفلترز، الفيسبوك وانستغرام وسناب شات وتيك توك، كل الاي ار فلترز دي اليوسج بتاعها بقى قوي جدا. وجايز الميزه الاقوى في الفي ار، في الاي ار، ان هي وبالذات على البلاتفورم زي اللي بحكي لحضراتكم عليها اللي هي الاي ار فلترز، ان ما فيهاش فريكشن. اليوزر مش محتاج يداونلود اب مخصوصه او يعمل حاجه، هو بينتراكت على طول مع الاكسبيرينس. وجايز الترند دلوقتي رايح للويب اي ار، ان اقدر اكسبيرينس كونتنتس على طول على الويب من غير برضو ما داونلود اي ابلكيشن او حاجه، تو مينيمايز الفريكشن. فده يعني عرض سريع لايه التكنولوجيز اي ار وفي ار وام ار. حاجه تانية من الحاجات اللي ميتا شغالين عليها، واعتقد اكتر من حد، بس دي الاكزامبلز بتاعت ميتا اللي اسمها كودك افاتارز، ان هي افاتار تبقى رياليستيك. ده بقى لهم فتره شغالين عليها ومش هم لوحدهم، ده مثلا انيل شغالين على حاجه اسمها ميتا هيومن. ميتا هيومن برضو انجن قوي جدا، بقدر اجنريت بيه افاتارز وكاركترز اولموست رياليستيك. وفي اخر كونفرنس لميتا كانوا وروا دامو ان ازاي اليوزر يقدر مجرد بالتليفون بتاعه ان هو يعمل سكانز لوشه، ويقدر بعد كده ان هو يدخل ده في الفي ار. فده برضو هيخلي الموضوع اسهل بكتير، ان انا احط لايف لايك افاتار او افاتار فعلا شبه الحقيقه في الفي ار او الاي ار انفايرمنت. وطبعا لو زودنا على ده الجزء كبير من الاميرسيف اكسبيرينس او التجربه الغامره في الفي ار عموما، يعني البريزنس او احساس التواجد في الفيرتشوال انفايرمنت دي او الفيرتشوال اكسبيرينس. فلما ببتدي مثلا انا بشوف حاجه 3 degrees of freedom، ان انا بس مجرد اتفرج على حاجه 360 ده 1 ليفل، لو هبتدي اتحرك ب 6 degrees of freedom وابتدي اتحرك في السبيس ده ليفل اقوى، لو هبتدي كمان احس واشوف احس الاوبجكتس. فده مثلا واحد من الريسيرش بروجكتس برضو اللي عاملينها فيسبوك رياليتي لابس. ولو حد مهتم طبعا هم عندهم كميه بروجكتس في الاندستري دي رهيبه، وتقدر تديكوا سناب شوت كده الدنيا رايحه لفين. وانا في واحد من المعارض جربت واحد من الجلوفز دي، فطبعا احساس البريزنس او التواجد لما بيبقى فيه سنسيشن او احساس ان انا بحس التكستشر بتاعت سيرفس معين او حاجه سخنه حاجه ساقعه، بيبقى احساس البريزنس اقوى بكتير. وانا بقالي تقريبا 5 6 أو 7 سنين مش فاكر، يعني كل سنه بقول نظاره ابل هتنزل ودي هتغير الدنيا، بس يعني انا هقولها تاني، النظاره المفروض ان يعني حسب اخر رومرز ان هي تنزل السنه دي في الديفلوبر كونفرنس بتاعهم في تقريبا في والديفلوبر كوميونتي كله تقريبا بيفولو النظاره دي ومستنيها. الان احنا معتقدين ومقتنعين ان ابل لما هتنزل النظاره دي فعلا هتنقل العالم نقله تانيه زي ما عملت في السمارت فون. وده جايز اخر ليكت فوتو لشكل النظاره هيبقى عامل ازاي. خلونا نتكلم على بعض اليوز كيسز للفيرتشوال اوجمانتد رياليتي. هنا مثلا الانترتينمنت طبعا واحده من الاقوى اليوز كيسز، وخلينا مش بتكلم على الانترتينمنت اللي احنا عارفينها او الترفيه بالشكل التقليدي، لا هو اتخلق نوع جديد من الانترتينمنت اشبه بالاركيد بتاع زمان. فبقى في حاجه اسمها لوكيشن بيست انترتينمنت، زي ما حضراتكم شايفين الجروب اوف بيبل او ناس تقدر تخش تلبس النظارات وتشير جيمنج اكسبيرينس، يقدروا يلعبوا باسمهم او يقدروا ينتراكت مع الفيزيكال انفايرمنت بشكل قوي. فده نوع جديد من الانترتينمنت ما كانش موجود قبل كده. ومعظم الريفرنسز اللي حضرتك شايفينها دي داخلين فيها معظمهم شركات من الموفي برودكشن هوليوود وحاجات زي كده. وجايز دي واحده من الشركات اسمها دريمسكيب، دي دريمسكيب بتاعت ستيفن سبيلبرج، عاملين دريمسكيب اميرسيف ويتش از لوكيشن بيست انترتينمنت بسيميليترز، ومستعملين كل التكنولوجي بتاعت هوليوود. وبعدين دي بيفتد او عملوا اخيرا دريمسكيب ليرن. دريمسكيب ليرن ده عاملين انيشيتيف مع جامعه اريزونا، وعاملين اكسبيرينس بقدر اتفاعل فيها مع في الحاله دي كونسبت الين زو. الفكره بتاعتهم ان الناس بتنتراكت مع الحاجه اللي فيها فانتسي وبتتعلم منها اكتر بكتير من الحاجات التقليديه. فهم عاملين زي ريبليكيشن لنفس البيولوجي سيستمز اللي موجوده في الحقيقه في الالين زو عشان يدوا ليرنينج اكسبيرينس اقوى واحسن يعني. ولو بنتكلم في الانترتينمنت برضو، دي مثلا كانت كونسرت اتعملت في فورتنايت، في
2020 وعمل حضر حوالي اكتر من 12 مليون واحد، وعملت ريفينيو اكتر من 20 مليون دولار كون كونسرت. فده فتح كونسرت جديد اللي هو الفيرتشوال كونسرتس والفيرتشوال انترتينمنت. وده ريسنتلي جروب من كوريا اكشلي هم مش عاملين بس فيرتشوال كونسرت، هم كلهم فيرتشوال. فالبنات اللي حضرتك شايفينهم دول اساسا كمبيوتر جنريتد، وعملوا لسه يعني اغنيه سنجل ريليست وعملت اكتر من 20 مليون فيو. فطبعا ده برضو حاجه من الاتجاهات اللي اعتقد ان هي هتفتح كونسبت جديد في الانترتينمنت، ان مش بس بعمل فيرتشوال كونفرنس، لا انا هعمل فيرتشوال ارتست من الاول يعني. وده هولو رايد دي اودي عامله بروجكت ان هو تعمل سيستم للانترتينمنت في العربيه، فالرايدرز اللي راكبين ورا بيتعمل مابنج للعربيه وهي بتتحرك وبيبتدي يلعبوا جيم او حاجه بالشكل ده تبقى ماتشت مع الحركه بتاعه العربيه. واوريدي خلاص يعني عملوا السولوشن ده وهيبتدي ينزل في العربيات بتاعتهم، وحتى عملوا السولوشن ده ان هو يقدر يركب في عربيات تانية. فاعتقد ان احنا في وقت مش كتير هنبتدي نلاقي الموضوع ده في العربيات، غير ان طبعا في تراك تاني في الاوتوموتيف ان هم بيستعملوا او ابتدوا يستعملوا اوجمانتد رياليتي داشبورد. فانا بدل الداشبورد ما هي قدامي بالشكل التقليدي، لا هتطلع اوجمانتد رياليتي على الازاز، بحيث ان انا اقدر اشوف الدايركشنز والحاجات دي من غير ما اغير نظري. خلينا نبص اليوز كيس تانية، واعتقد ان هي برضو واحده من اهم اليوز كيسز، ازاي نستعمل التكنولوجي في التريننج. دي حاجه من الحاجات البروفن بالتجربه ان هي يعني في حد بيقول ان هي مثلا 4 مرات اكثر يعني فاعليه في التدريب، لان الماسل ميموري بتشتغل واليوزرز بيفتكروا الاكشنز بسيميليت الحاجه، مش مجرد ان انا بتفرج عليها وخلاص يعني. فهنا جايز سام اكزامبلز، مثلا في الميليتري تريننج هنا ده كان وول مارت عاملين تريننج على ازاي الناس تقدر تشتغل في بلاك فرايداي، ده كي اف سي كانوا عاملين تريننج للكوكس على ازاي يقدروا يهندل الكيتشن بتاعهم. الهيلث كير عموما فكره التريننج على العمليات الجراحيه او حاجات كتيره بالشكل ده، كان واحد من السيكتورز اللي عمل ادابشن قوي جدا للتكنولوجي باشكال مختلفه. وجايز هنا بجد ده كان تريننج اتش ار على ازاي يفاير ان امبلوي. هنا في الحاله دي طبعا واحده من الحاجات القويه جدا في التكنولوجي بتاعت البي ار هي قصه الامباثي، وازاي ان يحصل تعاطف مع الموضوع اللي انا بتفرج عليه. وده جايز واحد من الريفرنسز اللي احنا عملناها مؤخرا، ده تريننج سيميوليشن لديجر. وهنا احنا نقدر نقول ان احنا عملنا ديجيتال توين للديجر ده او الحفاره، وقدرنا ان احنا نعمل تريننج سيناريو ليها باشكال مختلفه، بحيث يعني الكونسبت برضو اللي احنا شغالين معاه ده مع واحد من البارتنرز اللي معانا شغالين في انجلترا، كونسبت اسمه فيرست ستيب اوف تراست او اول خطوه للثقه، ان العامل قبل ما يبتدي يشتغل على المكنه الحقيقيه بيبتدي يجو ثرو ا فيرتشوال تريننج او فيرتشوال سيميليشن بكل السيناريوز المختلفه وكل التفاصيل يعني. وطبعا لو قلنا الارت والكالتشر وازاي التكنولوجي هتنيبل نيو ميديوم وتكريت نيو فورم اوف ارت، ده طبعا واحد من اليوز كيسز برضو القويه جدا، وارتست كتيره بيكسبلور البوتنشال بتاعها وازاي يقدروا يريبريزنت الارت بشكل انتراكتيف وشكل انجيجنج مع اليوزرز يعني. ودي جايز واحده من اليوز كيسز اللي شايفها عبقريه، ان هم عملوا في ار اكسبيرينس للموناليزا، عملوا شوتينج للموناليزا بتكنيكس مختلفه عشان يقدروا ان هم في الاخر يشوفوا مبدئيا هي كانت قاعده ازاي لما كان ليوناردو دافنشي بيرسمها، والسيتنج كله يقدر يبقى عامل ازاي. وده كانت محطوطه في اللوفر الفي ار اكسبيرينس دي، وموجوده حتى على الستورز دلوقتي الناس تقدر تداونلود. واحده من الاكسبيرينسز برضو اللي انا شايفها هايله كان دلوقتي اسمها هورايزون اوف هوفو، دي شركه فرنساوي، كان في بروجكت اي يو فاندد متهيألي، كانوا عملوا سكان للهرم وهم خدوا السكان بتاع البيراميد ده وعملوا مالتي بلاير او مالتي يوزر في ار اكسبيرينس، مساحه لغايه 300 او 400 متر بيخشوا يوزرز لغايه 50 او 60 واحد، وبيقدروا يريليف الهيستوري بشكل مختلف، وبيطلع لهم شخصيات وبيحكوا لهم حاجات وبيشوفوا التحنيط بتاع البروسيس بتاعتها وهكذا. فدي برضو او الكالتشر هيستوري وهيريتج، ازاي التكنولوجي تساعدنا ان احنا نعمل بريزرفيشن او حفظ للمونيومنت ده او الارتيفاكت دي بشكل يخلي في فرصه ان احنا
ندي اكسبيرينس تانية لليوزرز، لا حتى لو راحوا الهرم مش هيقدروا يشوفوها او يعيشوها بالشكل ده. خلينا نتكلم بقى على الديجيتال توين. والديجيتال توين واحده من الحاجات اللي اعتقد ان هي قويه جدا والابلكيشنز بتاعتها رهيبه، واحنا يعني لو هنبتدي نتكلم ان احنا وصلنا من احنا بنسكان الديجيتال توين او كريتنج ديجيتال توين بالساتلايت ريزولوشن لغايه ما وصلنا للار اي ار والاي اي ويربلز. وخلينا نبص الديجيتال توين هو في الاخر ان انا عندي ريل وورلد انتيتي او بروسيس، عندي حاجه في العالم الحقيقي، وعندي فيرتشوال ريبريزنتيشن تصور ليها بشكل رقمي او افتراضي، والديتا اللي بتكونكت الاثنين بحيث ان الفيرتشوال ريبريزنتيشن دي او الصوره اللي موجوده في العالم الافتراضي تبقى مقاربه او مشابهه للحقيقه اللي موجوده، فاقدر امانج اعمل سيميليشن واقدر اعمل حاجات كتيره جدا في الفيرتشوال وورلد. وبالسنسرز اللي موجوده اقدر حتى اتراك لو في ايشو واعمل بريدكتيف مينتننس او بريدكتيف اكشن. يعني ده جايز واحد برضو من الفيديوهات اللي كان فيسبوك رياليتي لاب كان حطوها بيتكلموا على الديجيتال توين ازاي ان هو هيبقى كيبل في وقت من الاوقات ان انا لو في مثلا ميتنج روم زي كده وحتى الكراسي اتغير مكانها ان يحصل ريبريزنتيشن في الديجيتال توين بالظبط. وطبعا في تكنولوجيز كتيره بقى ازاي نقدر نكابتشر الانفايرمنت ونحطها بشكل قوي جوه، يعني رياليستيك مور اور ليس جوه الانفايرمنت. وفي طبعا الاندستريال ديجيتال توين او الاندستريال ميتافيرس بيسموه دلوقتي الاندستريال ميتافيرس، فكره ان انا اعمل ريبليكا من الماشين او السيميليشن البروسيس دي عشان اقدر اتراك او اقدر مانج البروسيس كلها. وفي مصانع كتيره دلوقتي ابتدت تعمل الديجيتال توين عشان اقدر من ناحيه اعمل اونبوردنج وتريننج للامبلويز على الاوبريشن بتاعه الماشينز دي قبل ما يبتدوا يشتغلوا عليها بجد، ومن ناحيه تانية ان هي لو كونكتد او عاده بتبقى كونكتد بسنسرز فاقدر اقرا ريل تايم داتا فاقدر اشوف الامبليكيشنز لو في حاجه خطر هتحصل، طبعا مع كل السيميليشنز الممكنه. وده جايز مطار سان فرانسيسكو عملوا ديجيتال توين للمطار بالكامل، وطبعا مع السنسرز اللي موجوده في المطار والبوابات وهكذا فبيقدروا ان هم يبقى في ريل تايم ريبريزنتيشن للمطار جوه الفيرتشوال او الديجيتال توين يعني. وهنا ده طوكيو عمل ديجيتال توين ريسنتلي برضو من حوالي شهر او حاجه، دي اناونس الديجيتال توين اللي هم عاملينه، اخذوا حوالي 100 كيلومتر مربع من داون تاون طوكيو وعملوا الديجيتال توين اللي حضراتكم شايفينه. طبعا برضو لو بنتكلم على ابلكيشن للسمارت سيتي ان احنا يبقى في كونكشن ما بين الديجيتال توين والرياليتي عن طريق سنسرز واي او تي وكل التكنولوجيز دي، فهتدينا فرصه ان انا امانج واقدر يعني انتراكت مع حاجه بحجم مدينه زي ما حضراتكم شايفين كده بطريقه ما كانتش ممكنه قبل كده يعني. وزي ما اشوف ورا حضراتكم مثلا اقدر اعمل سيميليشن للترافيك، اشوف هيت ماب فين مثلا ممكن يحصل مشاكل واقدر ابتدي احل المشاكل دي من قبل ما تحصل. فده الديجيتال توين، واجان دي واحده من التكنولوجيز القويه جدا وليها جزء في الميتافيرس او ليها موضوع في الميتافيرس. ايه بقى حكايه الميتافيرس وهل في حقيقه في حاجه اسمها ميتافيرس؟ انا من الناس السكيبتيكال وبقول لا لسه ما فيش ميتافيرس، الميتافيرس مش موجود، ميتافيرس از ا كونسبت ذات مايت هابن، ممكن يحصل او ممكن ما يحصلش اساسا. فتوقعات كتيره محطوط ان هو ممكن ياخد 10 سنين او اكتر لو هيحصل عشان نقدر نفهم الميتافيرس او الميتافيرس زي ما احنا متصورينه. وحتى يعني سي او بتاع ابل تيم كوك بيقول يعني هو واحد من الناس برضو اللي بيقولوا ما تقولوش ميتافيرس، احنا لو سالنا 100 واحد يعني ايه ميتافيرس كل واحد هيدي اجابه مختلفه. بس خلينا طبعا الهايب ده ابتدى مع فيسبوك او ميتا لما غيرت اسمها وبقت ميتا وان هي هتبقى ميتافيرس كومباني، وطبعا ده عمل هايب وجزء كبير منه كان مش حقيقي بيست على اندرستاندينج مغلوط. بس ستيل التكنولوجيز ار ذير ار ايفولفينج، ممكن يحصل في وقت من الاوقات ان يبقى في ميتافيرس، بس هو في دلوقتي ميتافيرسات مختلفه. يعني مثلا ميتا شغاله على هورايزن وورلد which is السوشيال بلاتفورم في الميتافيرس، وريدي اتعمل لها رول اوت في امريكا ويوروب،
لسه ما اشتغلتش في الميدل ايست، وحصل فيها مشاكل كتيره وستيل فاين تيونينج الاكسبيرينس، ونمبر اوف يوزرز مش زي ما هم متوقعين، وجايز ده كان جزء من الاجزاء ان هم كانوا في خسائر كتيره السنه اللي فاتت، وعملوا لي اوف للموظفين كتير. مايكروسوفت شغالين برضو على their own version of the metaverse، عندهم product اسمه مايكروسوفت ماش، وحتى لسه recently they announced ان المايكروسوفت تيمز هقدر اخش فيه بال 3D افاتار لو مش عايز افتح الكاميرا. وفي طبعا اومنيفيرس ده انفيديا واحد من الاكبر البروفايدرز بالجرافيكس كارد، وبرضو عندهم اومنيفيرس اكثر موجه ناحيه الاندستريال ابلكيشنز والارتفيشال انتليجنس. وفي فايفرس ده اتش سي تي فايف اللي هم واحد من البيجست بلايرز في التكنولوجي، وعاملين فايفرس اللي هو برضه ذير اون فيرجن اوف ذا ميتافيرس، وذي كليم ان هو اوبن بلاتفورم فور اول، ومعظم الميتافيرسات دي اكسسبل مش بس ثرو الهيدسيت، يعني برضه في ساند بوكس ودي سنترال لاند وسبيشال وروبلوكس، دول الميتافيرسات تانية، وكل واحد منهم هتلاقي ليه تارجت اودينس معين. فساند بوكس هنلاقي فيه سيلبريتيز وبراند اكتر، روبلوكس موجه اكتر للاطفال، وبرده كل دول عشان ما يحصلش كونفيوجن انا اقدر ادخل وانتراكت في اي واحد من العوالم الافتراضيه دي عن طريق الهيدسيت او عن طريق اللابتوب او عن طريق الكمبيوتر او عن طريق الموبايل. فهم فاتحين الاكسس ان انا مش بس اقدر ادخل بالنظاره، لان طبعا النظارات ما وصلتش للماس ادابشن. ولو حضراتكم تفتكروا سكند لايف، يعني هي واحده من اوائل الحاجات ال 3D worlds الناس كانت بتخش وبتعمل افاتار وبتنتراكت فيها، رجعت تاني وموجوده دلوقتي حتى على الموبايل، في موبايل اب فيها سكند لايف. وطبعا مش هنقدر نتكلم على الميتافيرس من غير ما نجيب سيره ال NFTs. وطبعا ال NFTs كان هايب رهيب زي ما حضراتكم شايفين، في 2019 كان حوالي اقل من 10 مليون دولار التريدنج فوليوم بتاعها، وفي 2021 وصل تقريبا ل 20 مليار. ف over a couple of years exponential growth رهيب. ف 2022 في اول 11 يوم عمل، يعني التريدنج فوليوم كان 2.3 بليون دولار في اول 11 يوم بس، لكن في 2022 نفسها كان تقريبا 24 او 25 مليار دولار، فحصل دروب رهيب. يعني كانوا بيقولوا انه في اول شهر مش عارف عملوا سيلز بكام بليون دولار، وفي اخر شهر كان ما كملوش 250 الف دولار، ربع مليون. فده الهايب لما طلع. طبعا الـ NFTs برضو هي form of digital ownership، وجزء كبير من البراندز كوكاكولا ونايكي واديداس وديزني كل الناس ابتدت تعمل الـ NFTs بتاعتها. واحنا شايفين او انا شايف شخصيا الـ NFT مش بس يعني بعد الهايب ده still هتبقى حاجة مهمة جدا في الـ ownership، مش بس للـ digital assets حتى للـ physical assets. ففي وقت من الأوقات هيبقى لو انا بمتلك سياره او 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 او, أو بيت، هيبقى السمارت كونتراكت او هيبقى هو ان اف تي، مش هيبقى عقد تقليدي يعني. ومثلا ستاربكس عملوا لونش للان اف تي دي قريب، واكشولي اتباعوا ال 2000 ستامب دول في اقل من 20 دقيقه، في 18 دقيقه. ده كان الواحده ب 100 دولار، ودلوقتي اسعارها وصلت ل 500 دولار تقريبا. فده يوز كيس برضو. وهم هنا ما كانش ان اف تي مجرد ان انا باخد صوره او حاجه شكلها حلو وخلاص، لا، هم عملوا فيها يوتيليتي، فبقى في زي رويالتي كلوب للكاستمرز بتوعهم عن طريق الان اف تي ده، بديهم ادفانتجز اكتر. فده جزء من الاجزاء القويه في الان اف تيز، ان هي فيها يوتيليتي مش مجرد ان هي ديجيتال اونرشيب.
سوري يا جماعة، بس المهندس ماجد هيبقى تاني دلوقتي أو خلال ثواني. أوكي، زي ما احنا الو ثواني يا جماعة، المهندس ماجد هيخش حالا إن شاء الله.
معلش أنا آسف جدا على العطل الفني، الكهرباء قطعت فسامحوني. فيعني بنتكلم في الميتافيرس والحاجات، بس يعني كويس احنا كنا بنتكلم برضو ايه اللايرز اوف ذا ميتافيرس. طبعا الكهرباء مش واحده من اللايرز دي، بس طبعا الكهرباء لو قطعت مفيش ميتافيرس. تاني زي ما بقول لحضرتك، هو يعني الناس مقسمين الميتافيرس او الكونسيبت بتاع الميتافيرس ل7 لايرز، ممكن فيهم لايرز زي ما بقول لحضرتك مش هتتحقق او مش هتحصل غير ممكن بعد 10 سنين، لو هتحقق قصه الانفراستراكشر والانتر اوبرابيلتي، ان انا اقدر ادخل بنفس الافاتار في اكتر من عالم، اخش بافاتار في تيمز واعمل ميتنج، وبعدين بالافاتار ده اقدر اخش في فورتنايت والعب. فلسه اللاير دي ممكن واحده من الحاجات الموست تشالنجينج. طبعا من الناحيه الثانيه التكنولوجيز، لو بنتكلم على الفي ار والاي ار والسبيشال كومبيوتنج وال3 دي انجنز والكلام ده كله، كل ده از رياليتي. بس كونسبت الميتافيرس زي ما بقول لحضرتك يعني في الاخر ممكن يحصل او ما يحصلش، رغم ان لو بنتكلم على ال7 لايرز دي كل الشركات دي بتشتغل مور اور ليس في الماركت ده، بتديفلوب اكسبيرينس او سولوشنز او انجنز. فديفينتلي في حاجه بتحصل، بس الفهم المغلوط او الهايب هو ده ممكن يبقى المشكله يعني. ولو شفنا احنا في 2022 حصل دروب رهيب في الانفستمنتس اللي حصلت في الاي ار والفي ار تكنولوجيز يعني. هل ده انديكيتر ان في الهايب خلصت او لا؟ ما اعتقدش، بس يعني ده واحد من الحاجات اللي احنا محتاجين نكونسيدر نبص عليها لما بنفكر في الميتافيرس. والهايب سايكل فور ايمرجينج تك اللي جارتنر بيعملوها، حطوا الميتافيرس از وان اوف ذا تكنولوجيز اللي هتاخد مور ذان 10 ييرز. فاحنا بنتكلم على حاجه برضو الميتافيرس كونسبت ان هو persistent world، حاجه واحده اقدر اخش عليها واقدر اتعلم اشتغل اعمل اي نوع من الانترتينمنت في عالم واحد. لسه ده ممكن ياخد وقت طويل لو حصل اساسا يعني. وريسنتلي طبعا كان في لاي اوفس كتيره للموظفين، وماتا في اكتر من 10,000 امبلوي، ومينلي في الاريا بتاعت الميتافيرس زي ما بيقولوا. ومايكروسوفت قفلت الميتافيرس ديفيجن وعملوا لاي اوف لمعظم الامبلويز اللي شغالين حتى في الهولو لاندز. فبرضه زي ما بقول لحضرتك يعني الميتافيرس از كونسبت، اتس ا كونسبت، اتس ان ايرا زي ما بنقول الانترنت كده، هو مش موجود دلوقتي از ا سنجل ميتافيرس، بس في اكسبيرينسز كتيره ميتافيرسات زي ما بقول لحضرتك. اي اكسبيرينس زي فورتنايت انا بخش بيها بافاتار وبيحصل فيها سوشيال اكسبيرينس، سواء سوشيال جيمنج او اي اكسبيرينس ثانيه فور تريننج فور ليرننج، فده يطلق عليها نقدر عليها ميتافيرس. بس ميتافيرس دي ميتافيرس might or not happen again. بس برضو زي ما شايفين في الشارت دي في كونسبت اسمه السمارت وورلد، ده واحد من الحاجات اللي الميتافيرس واحد من البيلرز بتاعتها يعني. طبعا من الناحيه الثانيه في اكزيستنج اوبورتيونيتي زي ما بنتكلم دلوقتي في البراند انفلونس، في الجيمز، في الميتنج، في الريتيل، في الكالتشر هيريتج، في كل اليوز كيسز المختلفه. التكنولوجيز از اوفرنج ا هول نيو ميديوم ونيو انتراكشن ليفل ما كانش متاح قبل كده. خليني اعرض على حضراتكم مجموعه من الاخبار كده، بما فيها ان طبعا دبي كانت واحده او الامارات كانت واحده من اول البلاد اللي هم امبريس الميتافيرس وعملوا ميتافيرس استراتيجي، وكان لسه السنه اللي فاتت عاملين ميتافيرس اسامبلي. واكشولي هو الميتافيرس استراتيجي بتاعتهم هم بيتكلموا عايزين يزودوا 4 مليار دولار للجي دي بي بتاعهم، ويسبورت اكتر من 40 الف فيرتشوال جوبز ب 2030. وجايز حاجه من الحاجات اللي كانوا اعلنوها في الميتافيرس اسامبلي ده ان هم عملوا بدل جي دي بي جي دي ام، يعني جروس سوري يعني عملوا اندكس للميتافيرس. فده كان حاجه جديده برضو، ومش مش مش طبعا مش الامارات بس، في نيشنز كتيره ابتدوا يامبريس الميتافيرس ككونسبت وابتدوا يعملوا الميتافيرس استراتيجي. واعتقد رغم ان انا بقول ان في هايب، بس برضو مهم بالذات ان احنا نبتدي نكسبلور او نكتشف ايه البوتنشال بتاع التكنولوجي ده وممكن يودينا لفين يعني.
وكان في اي تي يو فورم جايز الاسبوع اللي فات برضو بيتكلم على اي تي يو اللي هو الانترناشنال تيليكوميونيكيشن يونيون، الاتحاد الدولي للاتصالات، ابتدوا يتكلموا على امبريسنج الميتافيرس. وورلد ايكونوميك فورم كانوا بيتكلموا دلوقتي اجنور الهايب ان الميتافيرس ده هيبقى حاجه بنعيش فيها، احنا هنستعمل فيرتشوال رياليتي وفي اوقات محدده عشان تدي اكسبيرينس معينه مش هتبقى حاجه كونسيستنت. وفي كولومبيا عملوا كورت هيرنج، عملوا محاكمه في الميتافيرس او في ميتافيرس اكسبيرينس، فالقاضي والمتهم واللويرز كل المحكمه اتنقلت لفيرتشوال انفايرمنت. في واحده من الجزر اللي موجوده في الباسيفيك اوشن اسمها توفالو، دي الجزيره دي هتختفي بالكامل من الكلايمت تشينج وكل الحاجات دي. فاوريدي ابتدوا يعملوا اول ديجيتال نيشن، عملوا ريبريزنتيشن او ديجيتال توين للايلاند كلها، وابتدوا يعملوا لها لونش في الميتافيرس. وجايز واحد من عملوا لونش اللي ده اكشولي في كاب 27 في شرم الشيخ السنه اللي فاتت. وحاجه من الحاجات اللي حصلت برضو في الميتافيرس، اول ما ماتا عملوا لونش لهورايزن وورلد، ابتدى يحصل سكشوال اسالت او سكشوال هاراسمنت بتحصل في الميتافيرس. وجايز دي واحده من الايشوز المهم جدا نكونسيدر السكيورتي والبرايفسي والدنيا دي في الميتافيرس هتبقى عامله ازاي، وزي ما وريت لحضراتكم ازاي ماتا ان هم ابتدوا يريسيرش النظارات الجديده بان هم يخلوا الامبلويز يبتدوا يوز النظارات دي ان بابليك ويشوفوا الامبليكيشنز او الموضوع ده هيأثر ازاي على البرايفسي والحاجات دي. وانا شخصيا شاركت كاكسبرت بانل في واحده من الفورمز، كانوا بيتكلموا على التولز اللي احنا المفروض نستعملها عشان ايدنتيفاي بولينج وهراسمنت في الميتافيرس، وايه الاكشن اللي احنا المفروض نعمله، فين اليوزر برايفسي. وكانت اكشوالي مجموعه كبيره من السيشنز، وجايز ده لو هيدينا انديكيشن ازاي ان احنا دلوقتي بالليرنينجز اللي حصلت قبل كده ثرو اوت بقى كل التطورات اللي حصلت في الديجيتال لاندسكيب، ان دلوقتي احنا بنحاول نبريدكت المشاكل قبل ما تحصل، وبنحاول نحط لها بوليسيز وريجليشنز عشان ما يحصلش مشاكل اكتر يعني. وفي الميتافيرس ستاندردز فورم، ده فورم برضو معمول دلوقتي عشان الناس تحط الستاندردز من اول الستاندردز لل 3D اسيتس او الجرافيكس هتبقى معموله ازاي عشان يحصل عمليه الانتر اوبرابيلتي، ان انا اقدر اشتغل على اكتر من ميتافيرس او اكتر من بلاتفورم بنفس الاسيتس. فجايز دي كلها من الانديكيتورز ان في حاجه بتحصل، جايز هتاخد وقت شويتين. ونيل ستيفنسون ده اللي هو اللي كتب سنو كراش اللي هو كان فيها الميتافيرس، عمل فند عشان يديفلوب اللاير 1 ايكو سيستم. اللاير 1 ايكو سيستم ده اللي هو الفاونديشن لاير، لو حد عنده فكره ليها دعوه بالبلوك تشين او الميتافيرس تو بي يعني يقدر ان هو يقدم عليها. فكل دي جايز انديكيتورز ان في ميتافيرس اون ذا رايز، حاجه هتحصل مش حاصله دلوقتي، في تكنولوجيز وي كان ديناي ات، والتكنولوجيز دي ليها امبليكيشنز وليها اثر قوي جدا في يوز كيسز مختلفه، من اول تدريب تعليم ايفنتس ماركتنج ادفرتايزنج. يعني لو قلنا اي يوز كيس نقدر نلاقي لها تطبيق قوي وبيحقق حاجات اكتر بكتير من اللي نقدر نحققه لو التكنولوجي دي مش موجوده يعني. وطبعا في الوحش القادم الارتفيشال انتليجنس، وازاي ده هيغير الدنيا كلها مش بس عالم الميتافيرس يعني. طبعا في امبليكيشنز زي ما بحكي لحضراتكم كميه اللي اوفس اللي حصلت مثلا فيسبوك، ان هم هيغيروا الفوكس بتاعهم، ما بدل ما هو رايح للميتافيرس هيروح للاي اي، والاي اي هيحصل انترسكشن فيه مع الميتافيرس، ان انا هقدر بالارتفيشال انتليجنس اقدر اكريت فيرتشوال وورلدز، او اقدر يبقى في فيرتشوال اسيستنت مربوط بتشات جي بي تي، فاقدر اتكلم مع افاتار يديني نوليدج ويديني interaction almost كأن في واحد بيكلمني بجد. فطبعا الـ artificial intelligence هو الوحش القادم، واعتقد ان احنا يعني if you can't beat them join them، يعني احنا الحل الامثل ان احنا نشوف نقدر نشتغل ازاي بالـ artificial intelligence وازاي نخلق use cases جديده ما كانتش موجوده قبل كده. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، واسف على التكنيكال ايشو بتاعه الكهرباء، ولو في اي اسئله انا تحت امرك.
باشمهندس محمد. ايوه معاك يا فندم، لو في حد يا جماعه عنده اي سؤال يتفضل يكتبه. في حد عنده أي أسئلة؟ هو في الأستاذة باشمهندسة مريم فايز بتقول excellent presentation, I enjoyed the webinar very much. Thank you very much Ms. مريم. مهندس شكرا برضه ماجد لحضرتك، لو حابب يعلق ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. يعني زي ما قلنا لحضرتك، هو يعني انا واثق ان في اسئله كتيره احنا ما جاوبناش عليها في البرزنتيشن دي، بس هي دي طبيعه التكنولوجي بالذات الايمرجنج تك. في حاجات كتيره، مثلا لما شفنا زي جارتنر هايب سايكل، في حاجات كتيره يعني دخلت وخرجت من غير ما تطلع في الرياليتي. فبس هي الفكره، بس عايزين نفصل الكونفيوجن بتاع الميتافيرس بالهايب اللي حاصل ده والرياليتي، ايه الواقع وايه التكنولوجيز الموجوده دلوقتي اللي احنا نقدر نحقق بيها ريل امباكت، ونحط خطوات اتجاه ان احنا بنبني الميتافيرس. لو حد تاني يا جماعة حابب يسأل سؤال. أيوة بيقول يا باشمهندس using in the industrial or inventory. ده الباشمهندس محمد عبد المتجلي بيقول using in the industrial or inventory. مش عارف ده سؤال ولا حضرتك لو يعني فهمت. طبعا هي زي ما كنت وضحت بشكل ما ان فكره الاندستريال ميتافيرس، وازاي ان ده هيحقق كابابيلتيز جديده او امكانيات جديده ما كانتش موجوده فيها. زي ما بقول لحضرتك، يعني في مصانع دلوقتي بيخلقوا الديجيتال توين بتاع المصنع عشان يقدروا يعملوا مانجمنت بريل تايم سنسورز تبقى موجوده فيه. ده حاجه من الحاجات. وطبعا الوير هاوس لو في سمارت سنسورز وكاميرا تقدر تتراك الوير هاوسز بكل التفاصيل اللي فيها، اقدر اعمل تراكنج. ولو ربطنا كمان ده بروبوتكس، فيبقى في روبوتس بتخش بتجيب الحاجات من الوير هاوس، وده مربوط باي ار بي ديجيتال. يعني البوسيبيليتيز ار اندلس، هي في الاخر ممكن تكون محدوده بس بتصورنا وتخيلنا. وبالذات ان احنا كمان يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الفي ار والاي ار او الميتافيرس عموما بشكل، بس هو الانترسكشن ده مع 5G والاي او تي والاي اي والكلام ده كله هيخلق يوز كيسز جديده ممكن تكون لسه احنا مش قادرين نفكر فيها دلوقتي. اتمنى اكون جاوبت على تمام. سؤال هو او التعليق بتاع ستيل حضرتك. معانا الباشمهندس محمد عبد المتجلي بيقول بيعدد شوية حاجات يا باشمهندس ماجد، بيقول بيكينج جودز اواي جودز ساب انتجريشن. هو كاتب كده في ثلاث حاجات متتالية: بيكينج جودز، بوت اواي جودز، ساب، اس اي بي ابريفيشنز يعني انتجريشنز. يعني هو زي ما بقول لحضرتك، ده القصه بتاعت الوير هاوس، وازاي ان انا اقدر اعمل سمارت وير هاوس. فيبقى في ريبريزنتيشن ان انا لو خدت حاجه من الوير هاوس ده او حطيت حاجه جديده، وده كله مربوط بالاي ار بي في الحاله دي ساب او اي اي ار بي، ويبقى ده ريبريزنتد في 3 دي انفايرمنت او 3 دي وورلد. فانا يبقى عندي اقدر انافيجيت واقدر اشوف الموضوع بشكل اقوى بكتير من ان انا اشوفه على فلات سكرينز. اوكي عندي باشمهندسة مي رمضان بتقول how can we integrate this with students student courses especially in VR course. طيب يعني طبعا زي ما شرحت لحضرتك، الاديوكيشن والتريننج واحده من اليوز كيسز القويه جدا. لان يعني انا لو هتعلم حاجه، احسن حاجه اتعلمها ان انا هعملها، فانا فعلا ده اللي هقدر اعمله في الفي ار. وبالذات في الاديوكيشن، لو مثلا بنتكلم على اديوكيشن للساينس، فانا هقدر اعمل سيميوليشن اكسبيرمنت كيمستري فيزيكس وات ايفر، هقدر اعملها سيميوليشن بشكل اقوى بكتير، وممكن يبقى مش متاح ان انا اعمله في الحقيقه اساسا. يعني فديفنتلي في يوز كيسز قويه. يعني في واحده من المدارس في امريكا لونشت السنه اللي فاتت مدرسه ما عندهاش كامبس، هي المدرسه كلها فيرتشوال رياليتي. يعني ذات اي طالب هيخش المدرسه دي هيدوا له نظاره مينلي، والنظاره دي هيبقى عليها الفيرتشوال كلاس رومز، هيبقى عليها الاكتيفيتيز. حتى لو بنتكلم في سبورتس، وما ممكن يعمل سبورتس في الفيرتشوال رياليتي، والفتنس واحده من الحاجات القويه اللي برضه هيبقى ليها امباكت في العالم ده.
تمام يا باشمهندس. في الباشمهندس محمد شعلان بيقول how will the metaverse affect societies and their perception of reality. انجي محمد شعبان هو كاتب اسمه يعني. والاستاذه مي تشكر حضرتك على الاجابه على السؤال. استاذه مي رمضان السؤال السابق. شكرا. تمام. طيب يعني دي الباشمهندس محمد شعبان يعني في implications كثيرة، وطبعا في ناس خايفة من ال negative impact بالذات على ال societies لو بنتكلم على ازاي ال metaverse ده ممكن يعمل نوع من الانعزال، فالناس هتخش في ال metaverse ده وممكن ما تخرجش تاني، لان الحياة جوه ال metaverse ممكن تبقى اجمل كتير من الحياة اللي احنا عايشينها بره في الحقيقة. فده واحد من ال issues اللي الناس ابتدت تتكلم فيها. بس زي ما وريت لحضرتك ستاندرد فورم والفورمز اللي ميتا عاملاها عشان تدسكس ايه فين المشاكل اللي ممكن تحصل وازاي نقدر نحل المشاكل دي او نحط لها سيناريوهات وايه الرولز والريجليشنز اللي احنا نحطها، وده عاملينه بشكل almost democratic. يعني هم عاملين حتى كونسبت مع ستانفورد بيكلموا deliberation ان هو deliberate السيتويشن او ان احنا نتناقش بشكل ان احنا عايزين نوصل لحل مش بنديبيت. فالاكسرسايز كله تاني ممكن يبقى بيطمن شويه ان احنا من الليرنينجز اللي حصلت 30 40 سنه اللي فاتوا دول واحنا بنتعامل مع الديجيتال وورلد بكل التطورات اللي حصلت خلانا واحنا داخلين على الفي ار والاي ار والميتافيرس وكم ان احنا لا شايفين البوسيبيليتي للمشاكل من قبل ما تحصل، فابتدينا نحط اتليست جايد لاينز ريجليشنز ومحاولات ان احنا نستكشف ده قبل ما يحصل ونبتدي نحط له حلول من قبل ما يحصل. فدفنتلي في جزء برضو انا اعتقد في التكنولوجي معتمد على الترايل اند ايرور، احنا لازم هنجرب الحاجات وبعدين هيحصل مشاكل وبعدين هنرجع تاني ويحصل اتريشن تاني. ومتهيألي فالديجيتال ده كان جزء طبيعي من التطور بتاع الديجيتال عموما، ان احنا في الاخر في جزء لازم هيبقى مرتبط بان هيحصل مشاكل. هيحصل مشاكل، يعني جزء من التطور ان لازم هيحصل في مشاكل عشان نرجع تاني ونصلحها وهكذا. تمام يا باشمهندس. في حد عنده اي سؤال تاني يا جماعه؟ في حد حابب يسال اي سؤال تاني؟ طيب اعتقد كده مفيش اسئله. في حد عنده اي سؤال عشان بس نفاينلايز؟ طيب احنا بعد ما نكلوز يا جماعه الويبينار ان شاء الله هيجي لكم الايفالويشن. يعني تمام هيجي لكم كده زي بول كويستشنز هتجاوبوا عليها عشان بنعمل تقييم للويبينار. استاذنكم بس وانس ان احنا نقفل. في الاستاذه سميه بهي الدين عندها كويستشن، اتفضلي يا فندم. وفي الأستاذ محمد عبد المتجلي بيقول glasses suitable for inventory، مش عارف هو بيعدد ولا بيسأل، بس الصيغة نفسها هو كاتب glasses suitable for inventory. هل سيادتك يا باشمهندس ماجد فاهم منه سؤال او كده ترد عليه؟ يعني هو طبعا في السمارت جلاس زي مثلا لو تفتكروا حاجات جوجل جلاس، فده غير الميكس رياليتي هيدسيتس اللي هي بتقدر تعمل سبيشال او ان انا بقدر اعمل 3 دي سكان للمكان، لا ده بيبقى فيها كاميرا، الكاميرا دي تقدر كيو ار كود وبتستعمل مينلي في الانفنتوري. فديفينتلي في دلوقتي عدد كبير من النظارات اللي تارجتنج لليوز كيس دي، ان انا اقدر امانج انفنتوري او النظاره نفسها فيها كاميرات تقدر اشوف الانفنتوري ده واقدر تديني حتى جايدنس ايه الحاجه لو في حاجه معينه مطلوبه. وللاسف لسه امبارح او اول امبارح يعني حتى جوجل جلاس خلاص ديسكونتينيود، رغم ان هم عملوا جوجل جلاس 2 وكانت اوريدي عامله سكسس الى حد ما في انتربرايز سوليوشنز ومنها الوير هاوس سوليوشنز، بس ستيل في يعني جلاسز كتيره ونظارات ثانيه، والموضوع زي ما حضرتك شفته بيتطور بسرعه رهيبه. الفورم شيب او الشكل النظارات نفسه هيبتدي يصغر لغايه ما يبقى تقريبا شبه النظارات العاديه اللي احنا بنلبسها، مش هتبقى الواحد لابس تلفزيون فوق دماغه. تمام. هو برضو باشمهندس محمد بيقول لك is there a valid glasses، نفس السؤال برضو is there a valid glasses. في كذا نوع من الجلاسز اللي بتمانج انفنتوريز. يعني لو تحب حضرتك يعني
ممكن اعمل شويه ريسيرش وابعت لكم شويه لينكس، او باشمهندس محمد ممكن يكلمني على طول تحت امرك. تمام. أستاذة سمية سألت سؤالها بتقول how can Egypt participate in metaverse worldwide services. طيب، يعني والله انا في كذا نقاش شبه ده بقول ان احنا عندنا فرصه ان احنا نلحق القطر قبل ما يطلع، وعندنا من الناحيه الثانيه اكشولي يعني اعتقد ان الديفلوبر كوميونتي في الاوجمانتد والفيرتشوال رياليتي ابتدى يبقى الى حد ما، مش هقول ان هو كبير مش زي في يوروب او كده، بس في مجموعه كويسه من الشركات اللي شغاله في دومينز مختلفه، يعني زي ما شرحت لحضراتكم دي مثلا اليوز كيسز او الاكزامبلز اللي انا وريتها ده لشركتي، بس ستيل في شركات تانية في مصر كتير وبتهندل او بتشتغل على سولوشنز كتيره. عشان نلحق نركب القطر قبل ما يطلع، متهيألي ان احنا محتاجين كمصر ان احنا رغم ان انا بقول الميتافيرس از هايب، ان احنا نشتغل على الميتافيرس استراتيجي. في هايب، بس الهايب ده في جزء رياليتي منه، والرياليتي دي شايفين الامباكت بتاعها في يوز كيسز قويه، ويعني مش هنقدر ان احنا نجادل فيها. فمحتاجين ان احنا نشتغل على ميتافيرس استراتيجي لمصر احنا رايحين فيه، وعندنا اسيتس وحاجات احنا ممكن تعمل لنا ثروه قوميه، او ان احنا لو بنتكلم مثلا في الاثار بتاعتنا وازاي ان احنا نقدر نعمل لها ريبرزنتيشن كان اف تيز ونعمل سيلز ديجيتال ريبليكاز، ده في حد ذاته ممكن يبقى انكم او ريفينيو ستريم مختلف. بس برضو خلينا نرجع للحقيقه ان احنا ما احنا الكريبتو الليجال في مصر، والقصه بتاعت يعني في حته جراي اريا لازم يتحط لها نوع من الريجوليشنز، ولازم يعني نبتدي يعني ايه نخوض المعركه ونشوف المشاكل فين ونحاول نصلح الطريق از وي جو. ستيل انا شايف ان احنا عندنا اوبورتيونيتي ان احنا نلحق القطر بتاع الميتافيرس قبل ما يطلع، وعندنا في مصر مجموعه قويه من الشركات والشباب اللي بيحبوا التكنولوجي دي، سواء الجيمنج او الاي ار والفي ار، واوريدي بيعملوا يوز كيسز كتيره، محتاجين نحط عليهم سبوت لايت بس، ونحاول نشوف ازاي نقدر نعظم دورهم ونكبر القاعده دي. طيب الاستاذه مي رمضان بتقول attendance certificate as a question. لا، هو الويبينار ده فور فري وما لهوش attendance certificate، يعني هو جاست ان ناخد النولج وخلاص، وبعد كده يوصل لكم كل التفاصيل. الباشمهندس محمد عبد المتجلي بيشكر حضرتك. الاستاذه سميه بهي الدين بتقول I am the vice president of abbreviations، انا مش هنطق الكلمه، مش يعني الكلمه تبقى صعبه، تي يو تي او تي يو تيرا، اتمنى اكون منطقها صح. I am the vice president of Tutera, an Egyptian company working on metaverse services, and we created the first city on metaverse months ago. من شهور يعني، called Meta Tutera. طبعا دي واحده من اليوز كيسز اكشوالي اللي كنت حابب ان انا اعرضها، يعني Meta Tutera يعني virtual city معموله وبتراي ريبريزنت الكالتشر بتاعنا، ومعموله على واحده من البلاتفورمز اللي انا قلت عليها اللي هي سبيشال. اكشوالي يعني انا شايف دي حركه جريئه جدا، واحييكوا على الافورت اللي انتوا عاملينه. انا شايف حتى ان انتوا كنتوا عاملين تراجر هانت في معبد حتشبسوت او حاجه جديده، يعني شايف ده هيفتح باب ان احنا ريبريزنت الكالتشر الهيستوري بتاعتنا بطريقه معاصره وابيلنج للجنريشنز اللي جايه، وفي جزء منها ان احنا بنحفظ التراث بتاعنا، مش مجرد ان احنا بس بنعمل ده عشان تشو اوف او ان احنا نوري ده للناس فيزيتورز او التورست يعني. فاحييكم على المجهود اللي انتم عاملينه، وانا من المعجبين بشغلكم يعني، وشكرا على الحاجات اللي انتم عاملينها. تمام كده انا ما عنديش اسئله تانية. في حد يا جماعه محتاج يسال سؤال تاني قبل الانكلوز فور ليف؟ ايوه، حد بيشكر ابريشيتد. استاذه سميه بتشكر حضرتك. حد يا جماعه محتاج يسال سؤال قبل ما نقفل الموضوع؟ يعني واضح انه شيق. حد محتاج يسال سؤال؟ طيب احنا كده محتاجين يا دكتور الباشمهندس ماجد الواتساب نمبر بتاع سيادتك. طيب اكيد حضرتك معاك الرقم. طيب يعني نبعت لكم الرقم بتاع المهندس ماجد، ما فيش مشكله، على الايميل ان شاء الله لكل الناس. في حد عايز اي عنده اي سؤال تاني يا جماعه؟
قبل ما نقفل كده، في حد عنده اي سؤال تاني تحت امركم؟ طيب احنا كده لو هنكلوز ان شاء الله هنليف السيشن، هيجي لنا اوتوميتد ايميل بالايفالويشن فورم او التقييم الخاص بالويبينار، في بولز اوف كويشنز يا ريت نعملها عشان نعمل اناليسز للشغل اللي تم النهارده. وبعد كده بيجي لكم بقى الماتيريال، هتجي لكم على الايميل، والفيديو وانس يكون بتعملوا بروسيسنج بيبعت لكم برده على الايميل، الفيديو يعني السيشن ريكوردد والفيديو نفسه هيجي لكم على الايميل ان شاء الله، الناس اللي هم البارتيسيبنتس اللي حضروا النهارده. بشكركم وبسأل سؤال أخير، حد محتاج يسأل أي حاجة قبل ما نقفل؟ بشكركم جدا وأتمنى نكون يعني نكون استفدنا كلنا الحمد لله، الموضوع شيق. وأشكرك يا باشمهندس ماجد، تمام، شكرا شكرا، وكل عام جميل. وأنتم بخير ورمضان كريم، وإن شاء الله كده يعود عليكم العين بخير، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، كل سنة وحضرتك.